يعني يا سالي، رح ننتقل لمساحة جديدة بعد أخبارنا الثقافية، وما بعيدا عن الثقافة وأجواء معرض الكتاب. يعني ما في ليس ثم سفينة كالكتاب تنقلنا بعيدا بعيدا، ولا الشعر والمجموعات الشعرية كان لها حضورها بمعرض الكتاب. وتحت عنوان مخلب الفراشة وقع أمس الكاتب باسم سليمان هي الرواية الشعر عفوا، لنحكي أكثر عن هذا الموضوع. يسعدنا أن نرحب بالأستاذ باسم سليمان. يسعد صباحك وأهلا وسهلا صباح بحضرتك. الخير. يسعد صباحك من هذا الطرح العظيم اللي كله هيك، خلينا نقول غني بالكتب، غني بالكتب المتنوعة. بدنا ننوه انه حضرتك من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن كاتب له قدرة على الكتابة، ودائما الابداع ما بيوقف عند حد، والاعاقة دائما هي اعاقة العقل والذهن. واستاذ باسم، خلينا نحكي اكثر، كيف اكتشفت قدراتك الأدبية؟ بالصدفة، كيف كانت هالصدفة؟ يعني بعد 33 سنة من عمري شخص ما بحب الأدب، بكره الشعر، أها ما بقرأ. تاني يوم فقت الصبح بحب الكتابة، بحب الشعر، بحب القراءة. هي هي القصة ببساطة. أها كيف بلشت؟ بما أنه بالصدفة وقت حسيت حالك عن جد حبيت الشعر، حبيت التذوق الكلمي، يمكن بعتقد هيدي هي البداية. يعني بلشت انتبه على الكلمة، على إيقاع بإذني، على معناها، وبلشت أجرب ركب جمل. طبعا أنا خريج كلية حقوق، يعني هذا حكي بعد فترة طويلة. تماما. فمن وقتها بلشت اكتشف أنا عندي هذا الشيء، اكتشف في شعر، في قصة، في رواية، في نقد، تماما وكأني أكتشف شخصية أخرى بباسم. تماما. كان في شعر محكي كان، ولا شعر باللغة العربية اللي لا، حبيته؟ باتجاه الفصحى تماما. اتجهت نحو الفصحى. تماما. يمكن الشعر هو دائما هيك مختلف عند العالم، يعني في عالم بتحب النثر، في عالم بتحب الشعر المقفى. يمكن استاذ باسم حضرتك اخترت عنوان لديوان شعري تحت عنوان مخلب الفراشة. يمكن نحن بس نشوف كلمة مخلب وهيك فراشة بنقول شو، كيف زبطت انه مخلب الفراشة؟ كان الفراشة هي من احلى وارق الحشرات بنعتبرها، ودائما بس تجي فراشة بنحسها انه عم تبشرنا بخير. يعني ايه، كيف مخلب، كيف زبطت؟ في مفهوم علمي بيتناول الطقس عن أثر الفراشة، أنه ممكن رفة جناح فراشة بالصين قد تسبب إعصار في أمريكا. عندما يتحول أثر الفراشة أو رفة هذا الجناح إلى إعصار، يتحول إلى مخلب. الشعر لا يمكن أن يكون بحال مسالم، هو مخلب، يجرح، لكن يجرح كما يبضع الطبيب. وبناء عليه، العين جرح في جسد الوجه، وبالتالي إذا لم تشق العين في جسد الوجه والشفتين، نحن نستطيع لا الكلام ولا النظر. فالشعر هو حالي، إذا ما نقول مخلبية إعصارية. نعم. فمن هون ذات الأثر الخفيف جدا جدا، بتمر منقول ما أحلاها ونصمت. الشعر يتحول إلى فراشي بمثابة صقر. أنت ربطت الفراشة بالحب، والشعر الكتاب تبع حضرتك يحكي عن الحب، ما؟ نعم. خبرنا هذا الربط كيف إجرى، والقصائد شو تناولت؟ الفلاسفة حاولوا يفلسفوا الحب، ولدرجة أنه أصبح هناك عداء بين الفلسفة والحب، لأن الحب حالة انفعالية. فعمليا الحب، بما أنه حالة انفعالية، تقود إلى تبصرات ورؤى جديدة. نلاحظ عبر التاريخ اللي كانوا تحت وجد عظيم، تحت حب عظيم، استطاعوا أن يعملوا جماليات إبداعية كتيرة، سواء مجنون الليلة، وصولا إلى شكسبير اللي أبدع تراث مسرحي، إلى الآن نحن ما نعيش تحت أصدائه. فعمليا الحب انفعال عظيم، أقرب إلى جنون عقلي. ومن هنا لا نستطيع أن نقارب الحب إلا بإدراك كنه. الحب يغيرنا، ما أن يقع الشخص في الحب حتى يتغير.
قديما في أسطورة كان الإنسان ما بينال اسمه حتى يقع في الحب. حلو. فعمليا من هون يأتي الديوان، هو في محاولة مقاربة الحب إلى الفلسفة، أو لنقل أن نقول الحب بشكل فلسفي، لكن بعيدا عن المعجم الفلسفي، بعيدا عن جمود اللغة الفلسفية، أن نقول الفلسفي بالإحساس والمشاعر ودقات القلوب. هذا محتوى الديوان. تماما. يمكن يعني المشاعر والأحاسيس دائما بتربط الشاعر بأي كلمة بده يقولها، وللشعر طقوسه وأجواءه خلينا نقول، وأحيانا ما بيكون الإنسان هيك مزاجه رايق ليكتب شعر. أنت ككاتب، كحدا بيحب الشعر، دائما لك مزاج تكتب شعر، ولا أحيانا لا بتبعد عنه وبعدين بتقرب منه بقوة؟ الشعر أقرب للطقس وأقرب إلى يقرع بابك في الليل في الصباح. مع الوقت بصير عندك دربة، تستطيعين استحضار الحالي، تستطيعين استقطاب لنقل إيحاءات الشعر. بالطبع الواحد ما فيه يكتب بشكل دائم شعر، بده حالة انفعالية. كان الشعراء قديما يعملوا تمثيلية ليكتب شعر. أذكر الفرزدق على ما أظن كان يخرج على ناقته ويتجول في الصحراء حتى يأتي الوحي. فالشعر يحتاج إلى هذا الطقس، مع الوقت نتعلمه، لكن دوما هو خارج ايدينا، ما حدا فيه يكتب شعر بشكل ارادي. نعم. يعني حابين نسمع شيء هيك من اللي من مكتوب الديوان، مع انه من ما انه متوفر ما انه معي، بس متوفر راح اقول حاليا. مقطع صغير. اي مقطع صغير. ما القمر الا قطعة نقد سقطت من مال الله، ارميه مقامرا، اهو حضور او غياب، فياتي نقشه وجهك. حلو كتير. يعني يمكن بالبداية نوهنا أستاذ باسم أنه حضرتك من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن ما توقف عندك الأمل ولا الإرادة. حضرتك أنت خريج حقوق، كلية الحقوق، وبعدها اتجهت للأدب وللشعر، وصار عندك أيضا روايات وتم توقيع عدة روايات. قديش فينا نقول أنه الإرادة دائما هي المصدر والقوة دائما هي بتنبع من الشخص، سواء عنده شيء بيعيقه. بنرجع بنقول الإعاقة هي إعاقة العقل والفكر. خلينا نحكي شوي عن إرادتك. في مقولة على باب ديلفي وتكلم عنها سقراط: اعرف نفسك. تماما. الشخص ما بيعرف نفسه ما رح يقدر يعمل شيء، سواء كان صحيح الجسد، صحيح معوق الجسد. أني قصة ممكن بدك تكتشفي ذاتك، صحيح. ما دك اكتشفتي ذاتك انت قادرة تفعلي اي شيء. الارادة فينا نقول هي يد خارجية، لكن بدي قرار داخلي، قرار داخلي باكتشاف ذاتك وباكتشاف الوجود. ما بعرف، ما بذكر من زمن طويل اني بحس باعاقتي. حاليا بشعر عكاسي هي امتداد لايدي. يمكن انا من الزمن الجديد السايبر، دمج الرجل الالي بجسد الطبيعي، فأنا لأ نبوءته للزمن الجديد شيء جميل جدا. يعني تماما. ماني شعران بالقصة أبدا، بعد جاوزت، حتى بتفاجئ لما الناس بتقول لي أنت من ذوي الاحتياجات الخاصة. أكيد دائما منقول ميسان أنه الاحتياجات الخاصة هي الإعاقة، منقول إعاقة العقل، ولكن كلنا عنا شغلات. مثل ما قلت طيبنا. حضرتك يعني الناس أحيانا الإنسان لازم يكتشف نفسه، يكتشف ذاته لحتى يعرف يوصل أفكاره للمجتمع، للحياة بشكل عام. لأنه هون نحن بنكون فعلا ما عم نقدم شيء للمجتمع إذا ما اكتشفنا نفسنا لحتى نقدم شيء. أنت مرآة المجتمع، وعلي ينعكس المجتمع عليك. تدركي ذاتك بتدرك المجتمع. قضية سهلة وبسيطة. نعم. يعني كان لحضرتك، كنا عم نحكي تحت الهواء عن كتاب ورواية اسمها نوكيا. نعم. خلينا هيك نتعرف عليها أكثر. عن شو بتحكي هاي الرواية؟ شو الهدف منها؟ وليش اخترت عنوان نوكيا؟ فينا نقول إنه الاتصالات المالتي ميديا لما دخلت على سوريا ودخلت بالعالم بعد الألفين، بلش في واقع جديد اسمه فيرتشوال، افتراضي، يظهر وياخذنا ويتقاسم مع الواقع الواقعي.
بحيث انه صرنا نعيش مشاعرنا واحاسيسنا وافكارنا وحيواتنا على الشاشات. فاجت روايه نوكيا بتسميه الروايه باسم اول او اشهر موبايل، صحيح، اكثر انتشارا بوقتها من زمان، وبتتناول حيوات ثلاث شخصيات: باسم، محمود، داني. باسم الافتراضي الفيرتشوال اللي عايش حياته من خلال الكمبيوتر، من خلال الموبايل. داني الواقعي، ومحمود التخيلي صاحب الكتب والقصص. وبتنجدل حياتهم سوا. بالنهاية محمود بيهاجر، داني كذلك بطريقة أو بأخرى. محمود بيهاجر وبيغرق البحر لأسباب، وبيبقى باسم هون، بس باسم بيقدر يمتص الواقعي تبع داني والتخييل تبع محمود والافتراضي تبعه ليشكل شخصية جديدة تتأقلم مع الزمن الجديد. هاي هي فكرة الرواية، أنه نحن ما فينا نرفض الافتراضي، هو آتٍ لأنه هو صار جزء من حياتنا تماماً. اليومية، وما فينا نقول أنا بدي أعول على الواقع أو على التخيل. نعم. الحياة تحتاج إلى ثلاث مرتكزات مثل أي قدر، لا يمكن أن يقوم بثلاث مرتكزات، هم الافتراضي والواقعي والتخيلي. وباسم ومحمود وداني هون بيمثلوا بشكل مفرق ثلاث شخصيات، لكن باسم بالنهاية بيجمع ثلاثة سوا. هي فكرة الرواية، أن نقبل على الزمن الجديد ونتعامل مع أدواته بقلب وعقل منفتح. نعم، يمكن تحدثنا كثير، ويمكن معرض الكتاب أتاح لشريحة كثير كبيرة من العالم أنه تتعرف على الكاتب، والكاتب أيضا والشاعر يقترب أيضا من العالم. نتشكر وجودك معنا، نتمنى لك كل التوفيق والنجاح، سواء بديوان الشعر المخلب الفراشة ولا بغيره ولا برواياتك المستقبلية. وبدنا أيضا نقول لكل العالم أنه نحن منكم، نحن نتعلم الإرادة والإبداع. شكرا كثير لك الكاتب باسم سليمان لوجودك معنا اليوم، أتمنى لك كل التوفيق، وأكيد ناطرين دائما كل جديد لحضرتك لحتى نضوي دائما على كل ما يخص الأدب والشعر. شكرا كثير لك، وصباح الخير لكم من جديد، وشكرا للإخبارية السورية، وتحية للشعب الجميل السوري، محبتي لكم. شكرا كثير.